الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد، فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحكمون على من تخلف عن صلاة الجماعة بالنفاق. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ولقد رأيتنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فهذا الأثر العظيم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه فيه فوائد كثيرة، منها شبه كلام ابن مسعود رضي الله عنه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الرجل أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أشبه بكلامه. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا تكاد تفرق بين كلامه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشابه الكبير، ولذلك ترى في كلامه حلاوة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لتمسكه بالسنة. ومما يستفاد من هذا الأثر العظيم أن صلاة الجماعة واجبة، ولذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الذي يتخلف عنها بالنفاق، فدل على أن شهود الجماعة من الإيمان وأنها من الواجبات المتحتمات. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا، لا نحصيها في هذا المقام من مختصر عدة، ولكنها إشارات. ومما يستفاد أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم من هديهم أنهم يحكمون بالظاهر، أنهم يحكمون بالظاهر، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يحكم بالظاهر. فمن أظهر خيرا حكم له بالخير، ومن أظهر شرا حكم عليه بالشر، فمن أظهر إيمانا حكم له به، ومن أظهر كفرا حكم له به، ومن أظهر نفاقا حكم له به. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وأصل هذا الأثر أنه قال: من سره أن يلقى الله مسلما يوم القيامة فليحافظ عليهن، أي الصلوات الخمس، فإنها من سنن الهدى، وإنكم إن تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يكون الرجل منهم مريضا لا يستطيع المشي، فيهادى بين رجلين، رجل عن يمينه ورجل عن شماله، حتى يقام في الصف. وهذا من هديهم الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن كثير من الناس على أدنى مرض وأقل وجع تجده يتخلف عن صلاة الجماعة، بينما الصحابة لا يستطيع المشي ويهادى بين رجلين، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الأثر، وهو الذي نريد أن نتكلم عليه، أن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يحكمون بالظاهر، أنهم يحكمون على تارك صلاة الجماعة بالنفاق. فهذه مسألة مهمة ومسألة عظيمة، كثر الكلام عليها وكثر التلبيس فيها، وبالرجوع إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين يتبين للمرء الحكم الشرعي فيها، الحكم الشرعي فيها. فهو حكم على الظاهر، وهذا أمر مهم لبس فيه اليوم كثير من الناس، حتى جعلوا من الفاسق صالحا ومن الصالح فاسقا، فتجدهم يقولون: لعل هذا الذي يظهر الفسق عنده صلاح خفي، ولعل هذا الذي يظهر الصلاح
عنده فسخ خفي، نقول لا علينا من هذا، ما أمرنا الله عز وجل بأن نشقق البطون وننقب القلوب، وإنما علينا أن نحكم بما ظهر لنا، كما قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه قد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا حسنا عاملناه بما أظهر وإن كانت سريرته سيئة، ومن أظهر لنا سيئة عاملناه بما أظهر وإن كانت سريرته حسنة. هذا قول الصحابي الملهم عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو هدي الصحابة رضي الله عنهم. فهذه المسألة كثرة التلبيس فيها عليك بما كان عليه السلف الصالح، الحكم بالظاهر. والحكم الثاني أن من ترك صلاة الجماعة أن الصحابة كانوا يحكمون عليه بالنفاق، فدل على أن ترك صلاة الجماعة من صفات المنافقين، فليس عند الصحابة تساهل في مسألة صلاة الجماعة كما يتساهل فيها اليوم كثير من الناس، وكما يروج لعدم وجوبها كثير من أهل الضلال. نعم، بعض الفقهاء تكلم في المسألة من ناحية فقهية، ولكن الحق أحق أن يتبع، لكن هؤلاء الذين يتكلمون اليوم لا يريدونها مسألة فقهية، وإنما يريدون أن يصدوا الناس عن سبيل الله، لأنهم إذا صدوهم عن المساجد تلقفتهم الشياطين في الشوارع. فعلينا أن نعلم هذا الأمر العظيم، وهو أن الحكم بالظاهر، وأن صلاة الجماعة واجبة، وأن تركها من صفات المنافقين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وجنبنا كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.